الاختيارات فعلا كان فيها لعب يعني فعلا تلخبط اي حد. الحافظ بس اللي ممكن يبقى متمكن من كم ايه، وبرضو ايات انت بتبقى كده بتجيبها برضو متوقعة. فبس احنا خلصنا بدري عشان حافظين البقرة آل عمران، بعد كده جاوبنا الباقي بس ما عرفناهوش، حاولنا نجيبه بس يعني وحش يعني. حاجات اللي بين السطور، الحاجات اللي بتلخبط ما بيركزش عليها قوي، بس لازم يحط 3 4 نقط كده علشان ايه ما يبقاش كله زي بعض يعني. تمام. بس انت شايف في الاجمال امتحان القران النهارده كان في المتوسط؟ في المتوسط يمكن، في المتوسط بالظبط يعني، ولا اقل ولا اكتر. والتركيز كله كان على سوره البقره، لاكبر درجات ممكن تكون موزعه على سوره البقره. على سوره البقره عشان الطلبه تضمن النجاح في التوفيق ان شاء الله يعني. هم بيهتموا بالحته دي قوي، ان هم ما يصعبوش الحاجه على الطلبه، بس زي ما قلت لك لازم برضه في تريكات كده تبين الطالب المتفوق من اللي مذاكر اي كلام او مذاكر نص نص وكده يعني. عربيك عبد الله. امتحان القران النهارده كان سهل ولا كان صعب؟ لا كان جميل بصراحه يعني. الامتحان ما خرجش من العشر سنين اللي فاتوا، هو جاي عكس النموذج الاسترشادي. النموذج الاسترشادي كان اصعب بكتير منه بصراحه. تمام. نقدر نقول كم نقطه صعبه في الامتحان؟ لا هو الامتحان ذات نفسه ما فيش فيه مشكله بصراحه. الامتحان التوتال كويس، حلو. الاختيارات كانت كويسه. بصراحه يعني الدنيا مظبوطه في الامتحان. تمام. يعني في مستوى الطالب المتوسط ولا اقل ولا اعلى؟ لا يعني متوسط. تمام. احنا بنقول كده مثلا نقطه او نقطتين صعبين هما اللي بيفرقوا ما بين الطالب المتميز يعني حاجه كده في اخطر. بس هو المشكله كلها ان يعني النموذج الاسترشادي اللي المفروض الامتحان يجي على اساسه حاجه. احمد ايه رايك في امتحان القران؟ حلو بس اول السور ما كانتش يعني سهله. تمام. الاختيارات كان فيها لخبطه او حاجه؟ لا تمام يعني حتى ما جاش اكمل الايه. تمام. معظم الدرجات متقسمه على سوره البقره فعلا؟ تمام. عندك اي بقى مشكله مع الشفوي ان هو هيبقى في ميعاد متلخبط معاك او حاجه؟ لا اصلا لو رحت لهم قلت لهم مثلا لو انت بتعمل حاجه مثلا عندك مشكله هيحلوها لك يعني الحمد لله. يعني انت شايف ان امتحان النهارده كان كويس الحمد لله، هتلموا منه درجات باذن الله. ماشي شكرا بالتوفيق. تمام. لكن الاختيارات مش صعبه يعني، الاختيارات سهله بالنسبه لاي حد حافظ. هي لفه يعني. احنا انا ما جاوبتش اختيار بحفظي. الاختيارات والله العظيم ما جاوبتها بحفظي بتوفيق ربنا، وباعتمادي ان انا عارف ان هم يعني ربنا يسامحهم هيعملوا الحركه دي. والله العظيم يعني الحمد لله انا مش شايف والله من البرو، بس فعلا هم عملوا الحركه دي. انا ما جاوبتش بحفظي خالص، الصوره دي ما مش عارف فيها اي حاجه. لكن والله العظيم انا قلت ان هم اكيد ده مش ده السهل، ده هم مش هحط لك امتحان سهل. واخترت الحمد لله بالبركه كده، والحمد لله كانت حلوه يعني الحمد لله. بالتوفيق ان شاء الله.